نشر أحد المواطنين من محافظة البصرة مقطعا مصورا على منصات التواصل الاجتماعي. المقطع يوضح تلوث مياه الشرب في منطقة حي الزيتون بالبصرة، وهذا الحال يتكرر كل سنة في مدينة البصرة من تلوث وشحة للمياه دون أن تعمل الحكومة على حل هذه المشكلة. تساءل المواطن البصري، هل هذا الماء يغتسل منه السياسيون؟ دعونا نتابع. معي أسود، منطقة حي الزيتون، يعني إلى سيد محافظ البصرة، حكومة المحلية في البصرة. معي أسود، كأنما نفط أسود، نفط أسود باع، يعني قبلونها سبحان بها وخيشة تكتل بالقرآن، ريحة خايشة أجلكم الله. شوف ليش من يقبلها يا محافظ البصرة، يا حكومة البصرة، حكومة سيد عادل عبد المهدي، تقبلون السبحون بهذا الماء؟